يبقى معانا ب 40 جنيه 50 جنيه اي 50 جنيه بالشميز على 150 جنيه اشكال كل ده معانا على 40 جنيه كل ده معانا ب 50 جنيه النهارده 50 جنيه اي بلوزه من 60 جنيه يا جماعه تسلم دي ب 65 دي 150 ب 100 جنيه الجنيه ده قطعتين بالبزر على 150 جنيه 45 بكل الوانه كلنا برضه يبقوا عارفين الموديل على 150 جنيه لغم شغل حرفيا على 70 جنيه تسلم جاردن العرباوي على 150 جنيه الدرس قطعتين على 150 جنيه 150 تمام الدرس من دول شيفون على 100 جنيه عرض على 100 جنيه شغل الليدي 30 جنيه دبل كلوز دول على 150 جنيه قطعتين يعني كل ده ب 150 جنيه يعني ده ب 100 جنيه قطعتين يا جماعه بالشميز ب 150 150 جنيه 75 جنيه تمام سايز ب 100 جنيه النهارده على 150 جنيه يا جماعه بالشميز ب 150 جنيه على 150 جنيه زي قطعتين على 100 جنيه يعني 150 جنيه قطعتين على 150 جنيه بال 150 جنيه يا جماعه ده معانا على 230 جنيه جنيه الوانها كلها متحركه طوبه على 150 جنيه عليه طبعا من على الظهر 50 جنيه النهارده تس كل دي ميني دريسات 150 جنيه ده النهارده ب 80 جنيه بنطلون ثاني يا جماعه ب 60 جنيه يا جماعه ب 100 جنيه قطعتين على 150 جنيه زي ليدي ب 210 هنا كل موديل بالوانه 200 جنيه سكوبا الجينز ب 150 جنيه ما شاء الله اللهم بارك المكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النهارده عند الاخلاص بدانا الاسعار من كام النهارده ب 40 جنيه ب 40 جنيه البلوزه دي يا جماعه النهارده هتبقى معانا ب 40 جنيه في منها كميه تمام كميات يا جماعه على 40 جنيه بكل الوانها تمام وانت معاك ايه يا حماده الشميز يا باشا الشميز كان معانا الشميز 6 مقاسات ده ب 40 جنيه برضه يعني شميز 6 مقاسات ب 40 جنيه بس هو اللون ده بس اللون السكر ده بس تمام سواء بقى بزراير او من غير ده موديل تاني برضه موديلين كل ده معانا على 40 جنيه 6 مقاسات وده السرير مقاساته برضه تمام 6 مقاسات اكبر مقاس فيه لحد كام؟ من 42 ل 48 يعني يلبس كام اكس يا حماده عشان الناس اللي ما تعرفش في الارقام هيلبس 85 يعني 2 اكس يا جماعه تمام ده برضو معانا كام النهارده؟ ده ب 65 دي ب 65 دي سي واي منتشه يا جماعه على 65 حلو قوي والله تحفه تسلم ايديك سعرها حلو يعني كل حاجه بتبقى على قد سعرها حلو قوي ده معانا برضو بكام؟ ب 45 جنيه ب 45 ده سكوبا يا جماعه طب سكوبا على 45 بكل الوانه برضو 45 تمام تسلم ايديك يا عندنا دي برضو تمام عامله 70 جنيه بس دي معانا على 70 النهارده ب 70 70 جنيه 70 جنيه بصوا دي كده منتشه تحفه دي معانا على 70 جنيه تسلم ايديك بالوانها برضو تمام نكمل مع بعض برضو البلوزات معانا بصوا دي بلوزات برضو قطعتين قطعتين تمام عامله كام معانا النهارده البلوزات كلها النهارده ببلاش عاملين عليها سعر البلوزات والتوينزات كلها ب 150 جنيه البلوزات كلها 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 على 150 جنيه اي بلوزه واي توينز يا جماعه بكل الوانهم على 150 تمام 230 في رمضان ده قطعتين تمام تسلم ايدك في ايه تاني معانا بصوا اللي جاي ده برضو بالوانه ده موديل تاني برضو افرد لي اللونين بس بعيد عن بعض يا حماده كده يعني اي بلوزه توينز من دول على 150 جنيه قطعتين ب 150 تمام بس. واللي بعدها برضو ده لون تاني اهو يا جماعه كل ده ب 150 جنيه كل موديل بالوانه تمام انا جايبه لكم بس ايه يعني قطعتين ثلاثه من كل موديل بس الوانه متاحه ده برضو قطعتين على 150 جنيه الشميز بالقطعه اللي فوق تمام تسلم ايدك بصوا اللي جاي ده برضو قطعتين ولا قطعه واحده ده قطعتين ده قطعتين برضو ده بليزر يا جماعه بالشميز ب 150 جنيه طبعا من وراه حلو قوي دور لنا الطبع ده كده كان بيلبع كل ده معانا على 150 250 جنيه ده ب 150 بس النهارده ب 150 بدل 250 قطعتين بالشميز تسلم ايدك 150 بس تمام النهارده عامل لكم عروض حلوه والله هو برده شكل ده سكوبا شكل تاني منه ساده ده ساده يا جماعه مش مطبوع وده برده قطعتين على 150 جنيه بالشميز تسلم ايدك تمام شايفه معانا القاروده جديد برده القاروده ابو 180 ده اوفر سايز يا جماعه ده اوفر سايز سكوبا على 150 جنيه بالوانه كلها متاحه برده ب 150 تسلم ايدك تمام بالوانه بالوانه يا جماعه كل ده على 150 بصوا معانا برده الشكل التاني منه برده بس ده سي واي التاني سكوبا كارو ده سي واي يا جماعه اوفر سايز زي ما انتم شايفين عايزه بس افرد لكم تشوفوه بصوا حلو قوي ده اوفر سايز افرد لنا بس اللي ناخد سكرين كل ده اوفر سايز يا جماعه على 150 جنيه تسلم ايدك تمام ده برضو قطعتين كده ده توينز ب 150 جنيه برضو ده توينز قطعتين على 150 جنيه حلو جدا ده برضو ده اللي هو الريب المضلع الصيفي يا جماعه عشان كان في منه شتوي وصيفي وعايزه اقول لكم الاستاندات فوق مليانه كل موديل بالوانه بس عشان ايه احنا جايبين لكم بس عينه بصوا ما شاء الله اللهم بارك المكان ملغم شغل حرفيا العنوان بالتفصيل هتلاقوه موجود في اخر الفيديو ان شاء الله بصوا كده 150 جنيه شيفون دي شيفونات برضو على 150 جنيه طبقتين تمام تسلم ايديك دي طبقتين على 150 بصوا كده معانا برضو ده قطعتين حلو قوي والله العظيم تحفه ده قطعتين يا جماعه بالشميز ب 150 جنيه برضو الوانه كلها متاحه في معانا ده برضو قطعتين دي بلوزه ايه رب دي ولا ايه
حلو قوي دي، عامله ايه ده رويال؟ كام معانا؟ 150. انت حدد لنا الاسعار. بصوا كده معانا ده تحفه، دي اوفر سايز يا جماعه على 150 جنيه، اشكال منها كتير والوان. تمام، معاك ايه حماده تاني؟ 150 الشيفون، دي شيفونات برضه، كل دي شيفونات طبقتين على 150 جنيه. النهارده الاخلاص عامل لكم اي بلوزه اي توينز على 150 جنيه، حاجه زي كده برضه توينز قطعتين على 150 جنيه، القطعه اللي فوق اللي بيختلف شكلها واللي تحت ثابت لونه، وكل ده على 150. تمام، معاك ايه تاني؟ ب 150 جنيه برضو البلوزه المقلمه، نص مقل ونص ساده. تمام، كل ده معانا على 150 جنيه، الوانها كلها متاحه يا جماعه. بصوا دي محيرات. لا مش محيرات، تلبس محيرات لو انستي صغير، يعني بتاع 70 كيلو يا جماعه، حاجه زي كده. وكل ده معانا النهارده على 150 جنيه، الوانها كلها متاحه. تمام، تسلم ايديك. بصوا معانا برضو دي بلوزه قمر، دي لا ده بسوسته كمان تنفع تتفتح جاكيت، والخامه بتاعتها محمله حلوه قوي. ودي النهارده بكام؟ ب 60 وبس. ب 60 جنيه، لسه كنت هفاصل. بيقول لي ب 65، والله قلت له لا شكلي هفاصل معاك في التصوير، هو جاب من الاخر على طول. دي معانا ب 60، استنى لنا يا احمد ناخد سكرين بس، افردهم لنا كده. دي برده بموديلاتها على 60 جنيه يا جماعه، تسلم ايديك. تمام، في كميات ولا؟ كميات موجوده. وده الشميز ده بكام برده؟ ب 60 وبس. ب 60 جنيه، ده شميز ايه؟ ده ستان. ده شميس ستان يا جماعه ب 60 جنيه، حلو قوي قوي ده، تسلم ايديك. تمام، في معاك ايه؟ بلوزه ليدي. ده ليدي يا جماعه، قطعتين تمشي جارد لوحدها، تمشي البلوزه لوحدها اللي تحت، حلو قوي وشيفون. وكان معانا النهارده؟ خلي وشها ليا. ب 100 بس. ب 100 جنيه. ب 100 بس. دي النهارده على 100 جنيه شغل الليدي يا جماعه. كانت ب 230. تمام، بقت ب 100. استنى لنا بس، الاندر شيرت ده كبير ولا صغير؟ لا ده مقاس، لا والله ده مقاس واسع يا جماعه، حلو قوي ده. تمام، كل ده ب 100. في منها الشكل الثاني ده اهو. برضه ب 100؟ اه ب 100 جنيه. كل ده النهارده الليدي يا جماعه قطعتين على 100 جنيه، يعني هتاخدوا البيك سايز ب 100 جنيه النهارده، والاندر شيرت يا جماعه مش صغير، يلبس معاكم 90 وزياده، حلو قوي تسلم ايديك. وفي كميات زي ما انتم شايفين برضه، مش عرض على قطع. بصوا الجديد برضه، دي توينز قطعتين برضه نفس السعر، كله على 150، يعني اي توينز من دول يا جماعه زي ما انتم شايفين، خليهم بعيد عن بعض يا احمد. كل ده معانا النهارده على 150 جنيه بالشميز. عايز اقول لكم في اي مكان تاني ممكن تجيبوا الشميز نفسه ب 100 جنيه ب 150، فانتوا بتاخدوا الحاجه ببلاش والله. هنا عندنا البلوزه دي برده قطعتين، دي قطعتين برده، الظهر زراير زي ما انتوا شايفين، والوش بتاعها سوسته. أيوة. لا ده الوش والظهر السوسته. ايوه انتوا خلفينها ولا ايه؟ المفروض الوش يبقى السوسته. بصوا كل ده معانا النهارده على 150 جنيه، تسلم ايديك. تمام، الموضه. بصوا كده اللي مع حماده ده برضه توينز قطعتين يا جماعه، كل ده النهارده على 150 جنيه، رزق اللي يلحق. ببلاش وبس، والله العظيم تحفه على 150، والوان وفي كميات، عشان احنا بس بنعمل عرض على شغل كتير مش على قطع يا جماعه. توينز اشكال اهي. اه بصوا ده توينزات برضه، كل ده اي توينز من دول على 150 جنيه، رزق اللي يلحق بقى. حلو قوي، تسلم ايدك. بصوا كده معانا برضه، حلو قوي دي. لا ويتفتح جاكيت واقطام تحفه تحفه. ويكون واخد حته سبورت كده. وده بكام النهارده؟ ده ب 100 بس. ده ب 100 جنيه. ده معانا ب 100 جنيه يا جماعه، الوانه كلها موجوده، شايفه منه الفوشة والوان كتير، يعني ده ب 100 جنيه الوانه كلها موجوده، في الاخضر والفوشة والكحلي والاسود. تمام، تسلم ايديك على 100 جنيه. معاك ايه حماده؟ معايا البليزر. البليزر يا جماعه، عايز اقول لك مطلوب قوي اليومين دول، يعني شايفه عليه طلب كتير في المكاتب كلها البليزرات. كم معانا البليزر؟ هات لي اللونين بس جنب بعض كده. كم معانا؟ خليك. تمام، 230 البليزر النهارده يا جماعه، على 230، ده اللي هو الاربعه زرار. ده ببلاش. ب 230 ببلاش وبس، بفلوس برضو مش ببلاش. بصوا ب 230 ده اللي هو السكوب يا جماعه اهو، تسلم ايديك. بالوانه كلها، كل ده على 200، خلي وشه ليه عدل. كل ده معانا على 230 جنيه، تسلم ايديك. تمام، ببلاش عندنا. يلا نكمل معانا برضو شغل الدريسات، الناس اللي بتسال على الدريسات. كم معانا؟ 150 جنيه بس. الدريس ب 150 جنيه النهارده، تسلم ايديك. سعر البلوزه ب 150 تمام جنيه. تمام، الدريس ب 150 نفس سعر البلوزه، وفي برضو منه كميات يا جماعه. حاجه زي كده ب 200 جنيه. ده الدريس ده على 200 جنيه، انا عايز اقول لكم واخد كورسر بس من هنا عشان يبان. ب 200 بس. كل ده النهارده ب 200 جنيه، تمام تسلم ايدك. ب 150 جنيه. بصوا ده النهارده ب 150، تعالى لي بس بره يا حماده يبان كده. ب 150 جنيه. بصوا الدرس ده النهارده ب 150 جنيه، المستردة بتاعه الشياكه. ب 150 والله العظيم. بصوا يا جماعه المستردة يبان اكتر. كل ده النهارده على 150 جنيه. تمام، بالوانه كلها، تسلم ايدك. في معانا اللي هو ده بقطعه ثانيه. ابو جاكيت.
بس ده متصل يعني مش منفصلين عن بعض. مش منفصلين. هو قطعة واحدة يعتبر. بكام معانا النهارده؟ ب150 برضه. ب150 جنيه الدرس ده يا جماعة، تسلم ايديك. برضه الوانه متاحة. وادي التايجر بتاعه برضه. استنى لي بس كده، التايجر ده ب150 جنيه؟ ب150 جنيه. تمام، الدرس التايجر على 150 جنيه، تسلم بلاش. ايدك تمام. والله عروض الدرسات حلوة. أنا عايز أقول في درسات عالية برضه هنا، بس أنا بجيب لكم الأسعار الحنينة في الأول. حاجة زي كده برضه. ده برضه كام معانا؟ ده النهارده على 150. بصوا ده دوار بمروحه على الكم، ادوار اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، وكل ده النهارده على 150 جنيه. تمام، تسلم ايديك، حلو قوي. ايه تاني معانا؟ تمام، ب 200 جنيه. ده النهارده ب 200 جنيه. ب 200 جنيه بس. تمام، تسلم ايديك. برضو الوان منه يا حماده موجوده، الوانه متاحه. حاجه زي كده ب 150 جنيه. بصوا كده ده ب 150. ابعد لي اللونين عن بعض يبان كده. ب 150 جنيه بس. بص الحته دي معلش يا جماعه، كل ده النهارده ب 150 جنيه. تسلم ايديك. تمام، حلو قوي. العروض النهارده ما شاء الله عليها حلوه جدا. معانا سلوبيت دياتي بجميع الوانها ب 100 جنيه. السلوبيت يا جماعه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه بس. في الوان منها وراها، هيورينا الالوان يا حماده بعدين. ايه الالوان يا فندم؟ بص كل ده النهارده على 100 جنيه. اي سلوبيت من دول مصايف. تسلم ايدك. عايزه لها شيميز، عايزه جاكيت جينز عليها فهتبقى. ده كل ده كوكتيل اهو. ده كوكتيل مش هتبقى. استنى لنا بقى كده. ب 50 جنيه بس. ب 50 جنيه. اي بلوزه من دول على 50. ب 50 جنيه. كل ده النهارده ب 50 جنيه زي ما انتم شايفين، حلو قوي. ورينا كم موديل منها كده. بصوا كل ده معانا النهارده ب 50 جنيه. اي بلوزه من دول جنيه بس. تمام، كل ده ب 50. الاستندين دول 50. يعني اي استند من دول ب 50. اي حاجه وبلوزات اطفال اهي. ورينا كده بلوزه الاطفال دي ب 50 جنيه. ب 50 جنيه ده في منها اشكال ورا يا جماعه. والجاكيت والحاجات دي كلها 50. كل ده ارفع لهم الكاميرا برده ب 50 جنيه. كل ده 50. بصوا كل ده معانا ب 50 جنيه النهارده يا جماعه. ده برده 50. كل ده ب 50. ب 50 والنصين ده. لا النصين ده بقى ب 150 زي اللي بره. ده ب 150. ادي لهم الكاميرا اهو على كل اللي شفناه بره. كل ده كل ده النهارده على 150 زي ما انتم شايفين يا جماعه. الكاميرا برده على كميات الشميز اهي. الشميزات دي اللي احنا قلنا عليها ب 60 ب 40 جنيه. ب 40 بس. اي شميز من دول ب 40 جنيه. كميات يا جماعه بس. موجوده. ودي كام النهارده؟ ب 150 جنيه. 150. كل اللي شفناه بره. كل ده ب 150. ده دي اشكال ثانيه. كل ده ب 150. تمام، كملوا معانا الفيديو. لو لسه بقى واصلين معانا لحد هنا انزلوا في التعليقات، وحدوا الله وصلوا على النبي ولايك كتير للفيديو ده. نكمل معاكم بقى بقيه الدرسات. شغل عظمه. حلو قوي قوي. كام ده النهارده يا حماده؟ ومقاس بيلبس فوق 90 كيلو. تمام، ب 300 جنيه. ده النهارده ب 300 جنيه. 300 جنيه اللي طالع ده الشيفونات. انا عايزاك بس تجيب لي زهري منه، تجيب لي لون تاني يبان. ادي الزهري. بصوا كده. وادي السيموني. السيمون والزهري. كل ده النهارده. النهارده بكام؟ وكل الالوان بتاع 10 الوان. قلنا ب 300 جنيه. 300 بس. كل ده ب 300 جنيه النهارده يا جماعه. تسلم ايديك. مناسبات وشبكه وكل حاجه وسوارات يمشي معاك. تعالوا بقى للي طالع ترند برضه للافراح والخروجات كله. ده الشيفون من تحت سكوبه من فوق. ده النهارده ب 400 جنيه. ده قطعتين بالبيزك. 400 قطعتين بالبيزك. تمام، تسلم ايديك. عندنا درسات من اول 100 جنيه يا جماعه. ان شاء الله. صح كده؟ اللي احنا شفناها ب 100 ولا في 150؟ ب 100 جنيه اللي هي السلوبيتا. السلوبيتا. وعندنا 150 الدرسات. تمام، كل ده النهارده بكام؟ حاجه زي كده ب 260 جنيه. ب 260 جنيه. ده كل شغل الترندات يا جماعه. ده الملحف. الملف. تمام، تسلم ايدك. ب 230. دي النهارده البيزك بالقطعه اللي فوق على 230. ده بيبقى لون واحد. ب 230 بس. تمام، 230. ب 300 جنيه جميع الوانها. ده جنب سود ولا درس؟ ده سلوبيتا اهي. سلوبيتا جنب سود يا جماعه. لا ده مش جنب سود، دي سلوبيتا عاديه مش بنطلون. مش بنطلون. لا لا مش بنطلون. كام قلنا النهارده؟ كام النهارده؟ ب 300 جنيه. دي ب 300 جنيه النهارده. تسلم ايديك. برده الوانها كلها متاحه يا جماعه. بصوا كده معانا، دي البلوزات اللي احنا شفناها. الدرس ده تحفه. ب 250 جنيه. ده النهارده على 250. ده قط يا جماعه. والقطعه اللي تحت كم ب 250. هو بيبقى لون واحد. منه كميات برضه اهي. كميات كله على 250. ده ب 260 جنيه. ده النهارده على 260 جنيه. 260 تمام. جنيه شكل تاني برضه. كل ده قطعتين. تعالوا بقى للكالوشيهات. بصوا الكالوش قد ايه يا جماعه؟ كم معانا النهارده يا حماده؟ 330 جنيه. دبل كلوش يا جماعه. برضه الوانه متاحه. تمام. جميع الاشكال اهي. كله 330 ولا ايه؟ جميع اشكال الكلوشيهات بكام؟ ب 330 جنيه. تسلم ايدك. ده الشغل اللوكس كله يا جماعه. وادي شكل تاني. بصوا الجمال ده كله. كل ده على 330 جنيه. دبل كلوش يا جماعه. تمام. ب 200 جنيه بقى شغل ابو كام؟ ب 280 جنيه. النهارده ب 200؟ ب 200 بس. ب 200 جنيه يا جماعه. بصوا دي معانا النهارده على 200 جنيه البليسي كله. برده بالوانها على 200. دي اللي احنا عرضناهم. دي اللي عرضناها قدام. 230. 230. ب 200 بس. دي برضو ب 200. دي نفس الموديل اللي احنا لسه شايفينه. وادي الموديل الثاني بتاعها. كل ده على 200؟ ب 200 جنيه بس. كل ده النهارده ب 200 جنيه. ب 200. تمام.
السلوبيت برضو اللي طالعة ترند اهي. دي حلوة. لا وشايفة مقلم ورا ودي نقشة تانية. جميع النقشات. كم معانا النهاردة؟ 330 جنيه. دي النهاردة ب 330 بالشميز بتاعها. تمام تسلم ايدك. ده برضو بألوان يا جماعة. المقاسات. المقاسات. ده بيلبس فوق ال 100 كيلو. يتلبس فوق ال 100 كيلو عامل كام؟ ب 200 جنيه. ده ب 200 جنيه تلبيس بيك سايز يا جماعة. تسلم ايدك. تمام. بصوا معانا برضو الدرس ده جديد قوي ده. سكوبا. ده بالليسي كله وسكوبا عامل كام؟ ده ب 150 جنيه. ده النهارده ب 150 جنيه ده لقطه بجد. سكوبا ده يمشي معاكوا صيفي وشتوي وكل حاجه. تعالوا بقى للترندات. تمام. ب 200 جنيه. ده النهارده ما تفرد لنا الكلوش كده عشان يبان. مش كلوش قوي. تمام كل ده النهارده على 200 جنيه. تسلم ايديك. ده كلوش عادي مش دبل كلوش. ب 150 جنيه. ده حلو قوي ده برضو. ده سكوبا كده في بليسيه يا جماعه على 150 جنيه. تمام تسلم ايديك حلو قوي. برضو الوان كتير جدا. الاستاند ما شاء الله اللهم بارك مليان الوان جميع الالوان. انا معرض حته بس جميع ده الالوان. ده ترند قوي على 200 جنيه. انا عايز اوريكم بس من فوق الرسمه. ده كان ب 280 جنيه على فكره. ده كان ب 280 النهارده هيبقى ب 200 جنيه. 200 جنيه بس. تمام. افرد اللونين كده. بصوا يا جماعه ده سي واي. ها عامل كام النهارده؟ سواي بيلبس فوق ال 100 كيلو. وسعر المصنع ده مقاس خاص. تمام. الكوثر ب 200 جنيه. ده ب 200 جنيه مقاسات خاصه يا جماعه الناس اللي بتدور على البيك سايز. ب 200 بس. كل ده ب 200 جنيه. تمام. والالوان الجديده برده مدخلنا لكم. ب 200 جنيه بس. ده برده النهارده على 200 جنيه. لو حاجه بيك سايز قول لنا برده يبقوا عارفين الموديلات اللي فيها بيك سايز. بيلبس فوق ال 85 90. ده العادي. لا لما يجي حاجه بيك سايز قول لنا. قلنا ده ب 200 الوانه كلها برده متاحه. جميع الالوان وكميه. بصوا انا عايز اقول لكم بصوا ما شاء الله اللهم بارك بجميع الالوان. كل ده معانا على 200 جنيه. ب 150 اهو. ده النهارده على 150. ب 150. حلو قوي ده ب 150. تمام بالوانه برده يا جماعه. تو بوليسي في الكم برده سكوبا كالوش اهو. كام معانا النهارده؟ ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. ده سكوبا يا جماعه على 200. في شيفونات وفي سكوبا وفي شغل كتير. ده برده كام معانا النهارده؟ ده ب 200 جنيه برده. ده برده النهارده على 200 جنيه. تسلم ايديك. تمام. تعالوا بقى للشيفونات. الشيفونات. كام معانا الشيفون؟ ب 150 جنيه بس. ب 150 جنيه درس الشيفون يا جماعه. تمام تسلم ايدك على 150. بصوا انا عايز اقول لكم بيبقى النقشه كتير يعني اللون في ما شاء اللون في الورده. ثلاث استندات والورده اللي شكلها بيختلف. يعني سواء نقشه الورده او لونها هي اللي بيختلف بس. تمام. معانا برده السلوبيت. دي قطعتين يا جماعه بالجاكيت. ب 150 جنيه. افرد لي من تحت البنت شكلها بس. يعني دي سلوبيتا قطعتين على 150 جنيه. 150 تمام بس. حلو قوي. النبيتي بس ولا الوان؟ النبيتي والبتنجان اهو. تمام في الوان منها يا جماعه. كل في الوان. تمام. دي قطعتين زي ما انتم شايفين على 150 جنيه بالوانها برده. يعتبر القطعه اللي تحت ثابت لونها والقطعه اللي فوق اللي بيتغير بس مش اكتر. ب 350 جنيه. الجمال ده. ده النهارده ب 350. ده جاردن يا جماعه بالبيزك. 350. تمام حلو قوي. الشغل العادي كله. ده العرباوي يا جماعه. ده الجاردن العرباوي على 250 جنيه. 250 برضو بالبيزك بتاعه بس تلبيسه يجيب 80 85 لان بصوا الرق اصلا على ده. لا يجيب 85 مرتاح والله. حلو قوي. كام معانا ده برضو؟ ب 250 جنيه. ده برضو ب 250 جنيه. تسلم ايدك. تمام. مقاس ليه ده بيلبس فوق ال 100 كيلو. ده تلبيس برضو بيك سايز يا جماعه عامل كام؟ ده عامل 200 جنيه بس. 200 جنيه يلبس فوق ال 100 كيلو. تمام. الناس اللي بتدور على الدريسات البيك سايز. دي بلوزات برضو. دي سلوبيتا. سلوبيتا قصيره. سلوبيتا ب 150 جنيه بس. دي سلوبيتا تونيك قطعتين ب 150 جنيه. برضو الوان جنيه. منها موجوده يا جماعه. شايفه الوان منها موجوده. بصوا كملوا معانا كده. بصوا الجمال ده برضو. حلو قوي ده برضو. ده سكوبا. ده سكوبا. وعامل كام النهارده يا حماده؟ 200 بس. ده النهارده ب 200 جنيه. خلي وش عيد اللي هي سنه. كل ده معانا النهارده على 200 جنيه سكوبا. تسلم ايدك. تمام. بصوا الشيفونات برضو ده ب 150. ب 150 جنيه. اي شيفون على 150 جنيه. ب 150 جنيه. تمام والبليسيه. تعالوا بقى للترندات البليسيه. لان ده شايفاه. الكميه زي ما انتم شايفين. بصوا كل ده بليسيهات يا جماعه. شيفون. ست الوان. تمام. السري ست الوان اهو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بيجي كده بالوانه. كام معانا النهارده؟ ب 100 بس. ب 100 جنيه؟ ب 100 جنيه بس. يعني اي دريس شيفون من دول بليسيه على 100 جنيه. ب 100 جنيه بس. ايه الجمال ده؟ اي دريس شيفون يا جماعه على 100. ب 100 بس. وموجود استندات والاسعار دي كلها قطاعي. الجمله بيبقى لها اسعار خاصه. والجمله ليه سعر خاص يا جماعه. يعني اي درس من دول شيفون على 100 جنيه عرض النهارده. تمام بس. حلو قوي قوي ده. تمام في معانا المينيهات بقى. يعني شايفه تشكيله ميني ما شاء الله حلو قوي يا جماعه. بص كل دي ميني درسات. سلوبيتا. ده ميني يعتبر قطعتين سلوبيتا. ده قطعتين شيميني. عامل كام معانا النهارده؟
عامل 280 جنيه 280 تمام تسلم ايدك. بصوا معانا برضو حاجه زي كده قلنا بكام؟ ب 280 جنيه الشكل الثاني. الشكل الثاني على 280 زي ما انتم شايفين. الزجزاج اهو تحت. والزجزاج تحت زي ما انتم شايفين. الميني دريسات. المينيهات. اي ميني دريس ب 150 جنيه. اي ميني دريس من دول ب 150. اي ميني دريس ب 150 جنيه. بصوا الاخلاص مدمر لكم الاسعار. اي ميني دريس يا جماعه على 150 جنيه زي ما انتم شايفين اشكال حلوه قوي. يعني كل ده ب 150 جنيه. امبارح ترند ب 180 جنيه ب 150 بس. النهارده ب 150. ب 150 زي ما انتم شايفين. كل ده على 150. جميع الكميات جميع الالوان. حلو قوي قوي النهارده عامل لكم اي ميني دريس من دول على 150 جنيه عرض لمتابعين يوميات مكة. البلوزه الهاي ويست. الهاي ويست كام؟ ب 85 جنيه بس. ب 85. ب 85 باشكال يا جماعه كل ده ب 85 جنيه. جميع الالوان وفي منها كميه. تمام برضه. الوان وكميات وشايفه الليدي فوق بقى قوي. الليدي بقى إيه فوق. ايه الجمال ده؟ حلو قوي قوي ده. ب 230 جنيه بس. ده النهارده ب 230 جنيه ده مقاس ليدي يا جماعه. قرب لي معلش كده يا حماده. بصوا ده شيفون. بصوا الجمال. كل ده النهارده معانا على 230 جنيه رزق اللي يلحق يا جماعه. واشكال منه برده كتير زي ما انتم شايفين. معانا البناطيل الجينز زي ما انتم شايفين. الجينزات اسعارها ايه؟ بس سريهات. سريهات. الجينز عامل 200 جنيه هو والجبردين. بص بس ده بيتباع سريهات مش بالقطع. سري خمس قطع. تمام حلو قوي قوي. اللي عايز ياخد جمله بقى يا جماعه. والليجن برده خمس قطع بس الليجن عامل 150 جنيه. الليجن يا جماعه ب 150 جنيه. والجبردين والجينز عامل 200. والجبردين والجينز ب 200 جنيه. عندنا الاطفال عامل 100 جنيه بس. برده سريهات. لا ده حتت. حتت ب 100 جنيه. حتت للقطاعي. تمام للقطاعي عادي ب 100 جنيه يا جماعه الاطفال. عندنا شويه حتت للحريمي. تمام قطع برده. بلوزاتي قطع عاملين 120 جنيه بس. 120 جنيه. شايفه بلوزات ليدي فوق برده كمان. البنطلون البليسيه عامل 75 جنيه. ده بنطلون بليس ده دي الجيبه. الجيبه بكام طيب؟ الجيبه كام؟ الجيبه معانا النهارده البليسيه على 80 جنيه. تمام تسلم ايديك. والبنطلون بتاعها بكام؟ والبنطلون بتاعها ب 75 جنيه. البنطلون اللي هو ده. بصوا يا جماعه. افرد لنا كده كله بيجي كده زي ما انتم شايفين الوان ولا هما اللونين دول؟ الجاكيت ده ب 150 جنيه. جاكيت جينز ب 150 جنيه وقلنا البنطلون بكام؟ 75 ب 75 جنيه تمام. شايفه معانا بلوزات برضو ليدي هناك. الجاكيت في منه سريهات ابيض ورمادي وكحلي زي ما انتم شايفين. يعني الجاكيت مش بيتباع بالقطع؟ في منه بالقطعه تمام. بس بقول لك يعني في منه سريهات للجملة. في منه مقاسات وسريهات تمام. شايفه معانا احنا هنا برضو الليدي. كل الليدي اهو. كان معانا بلوزات الليدي يا جماعه؟ كله ب 210 الليدي. يعني اي بلوزه ليدي ب 210. ب 210 بس. الشيفونات دي كلها على 210 يا جماعه. بجميع الالوان وكميات زي ما انتم شايفين. كل ده معانا النهارده ب 210 والرسمه دي جديده قوي على 210. طب طالعه جديده دي. تمام ده شيميز برضو على 210. تمام في معانا ايه تاني؟ الجبل سكوبا البليسيه. السكوبا. تمام عامله كام؟ زي ما انتم شايفين بقى الوانها اهي سريهات. كام معانا النهارده؟ ب 90 جنيه. ب 90 جنيه بصوا كده. الجيبه دي معانا النهارده على 90 جنيه بليسيه. الجيبه ده عامله 90 برضه. بصوا كده دي جيبه شيفون عامله معانا 90 جنيه. ايوه شيفون. بصوا تحفه دي معانا ب 90 جنيه. انا عايز اقول لكم بس ان هي فيها كلوش من هنا. بصوا الجمال ده كله يا جماعه 90 جنيه. والوانها كتيره ورسومات. كل ده معانا على 90 جنيه النهارده اي جيبه من دول. تسلم ايدك تمام. ام حزام ب 110. الجيبه البليسيه بالحزام على 110. ب 110. تسلم ايدك على 110. حلو قوي قوي. البنطلون الصعقه كان معانا النهارده ب 90 جنيه. ده ب 90 جنيه ده صعقه يا جماعه. ب 90 جنيه. والساده والساده بتاعه اهو ب 90 جنيه برضه. ب 90 برضه. ب 90 برضه. تسلم ايديك. كل ده على 90. تمام موجود كميات من الشغل ما شاء الله. البنطلون الاوفر سايز ده بيلبس مقاسات كبيره اتسري ثلاث مقاسات. تمام ب 150 جنيه. يعني يلبس بيك سايز؟ اه على 150 جنيه تلبس واسع يا جماعه. تمام البنطلون ابو ثلاث زراير اهو 80 جنيه. ده النهارده ب 80 جنيه بنطلون الزراير. ب 80 بس. تسلم ايدك تمام. الجيبه ام حزام هي ب 110 زي ما قلنا. دي ب 110. ب 90 جنيه. دي ب 90 جنيه. انا عايزك بس تجيب لنا التشكيل من الجنب كده بتاعها. اهو. بص يا جماعه. كذا رسم. كل ده معانا على 90 جنيه. اي جيبه من دول شيفونات النهارده ب 90 جنيه. تمام وفي اشكال منها تحت كمان. كل ده ب 90 جنيه. كل ده تسلم ايديك ومعاك ايه؟ عندنا الجيبه دي. الجيبه دي. دي سكوبا دي. اه. كام معانا؟ ب 100. ب 100 جنيه. أيوة. جيبه سكوبا يا جماعه كلوش من تحت ب 100 جنيه. برضو اشكال منها كتير كل ده معانا على 100 جنيه. تسلم ايدك تمام. معانا ايه تاني يا حماده؟ ب 140 جنيه بجميع الوانها بجميع نقشاتها. بصوا الجيبه الشيفون دي النهارده على 140 جنيه بكل نقشاتها. بس جميع النقشات. تمام تسلم ايدك. معانا البناطيل برضو. الكباسين. تمام كام معانا الكباسين؟ كذا لون برضو الزهري والكحلي والبيج ب 90 جنيه. ده ب 90 جنيه البنطلون الكباسين. ب 90 جنيه. اسكرينات بقى اللي انتوا عايزينه. عندنا شحن من اول كام قطعه؟ من اول خمس قطع ان شاء الله. خمس قطع تشحن لهم مشكلين عادي. ان شاء الله. تمام تسلم ايديك. هنعدل لهم على الميني دريسات من هودياتي. دي ميني دريس برضو. هي بص في حاجات فيها دفاهات وكده اهو. يعني دي بتبقى ممكن يبقى فيها غلطات. اه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه عشان بس للعلم. كل ده ب 100 اللي فيه غلطات دي. اللي هي دي. يعني أوه. ممكن يلاقوا حاجات ما فيهاش غلطه وممكن يبقى في حاجه فيها غلطه بسيطه. ب 100 جنيه بس. كل ده النهارده على 100 جنيه ودي للامانه.
تمام. في معنا الجواكت كام معايا؟ ب 150 جنيه بس. اي جاكيت؟ اي جاكيت، اي جاكيت جنس من دول يا جماعه على 150 جنيه زي ما انتم شايفين. طب والطويل ده؟ عندنا السوارهات. السوارهات استنى هظبطه برضو الطويل. بصوا السواري، هتجيلي بس في الوش كده عشان تبان يا حماده. بصوا كام معانا السواري؟ بصوا يا جماعه عامل كام معانا النهارده؟ ب 130 بس. ب 130 جنيه. اي دريس سواري ب 130. اي دريس سواري يا جماعه على 130. بصوا هي مشكله كميات، بصوا هي كميات مشكله يا جماعه. كل ده النهارده على 130 جنيه زي ما انتم شايفين. اي سواري ما انتم شايفينه. طب والجنس الطويل ده؟ معانا الجاكيت الجنس الطويل ده عامل 230 جنيه. 230، واللي هو الظهر المنقوش ده؟ والظهر المنقوش ده ب 150 جنيه. 150 جنيه يا جماعه. 150. تمام. والجبردين ده عامل 180 جنيه. اي جبردين من دول ب 180؟ ده الجبردين الساده. تمام. في دوات عامل 160 جنيه الابيض. 160. طب واللي هو عليه طبعه من على الظهر؟ اللي عليه طبعه على الظهر ده ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. جبردين او جنس على 200 جنيه زي ما انتم شايفين. تمام، تسلم ايدك. وريها السادة. بصوا السادة ده برضو، ده السادة فيه خربشة خفيفة، فيوزد من هنا مش باين قوي، يعني حاجة سيمبل كده. برضو على كام؟ 180 جنيه زي ما انت شايفين. تمام، تسلم ايدك. خلصت جولة النهاردة يا جماعة من عند الإخلاص، العنوان بالتفصيل هينزل لكم اتصور حالا، هسيب لكم لينك التليجرام في أول تعليق وأرقام للتواصل. بحبكم في الله وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. هنيجي للعنوان. احنا دلوقتي قدام مول سيبس في شارع الجيش، والشارع اللي جنبه ده على طول الشارع اللي على اول شركه الجميل، وموجود فيه كمان عصير ابو علي. هنوصل له ازاي؟ هنركب مترو من اي مكان وننزل محطه مترو العتبه ونسال على اول شارع الجيش. اول شارع الجيش اللي انا بعمل لكم عليه زوم كده عند كوبري الازهر ده، كوبري الازهر. ولو جايين بميكروباص او باص برضو قولوا عايزين ننزل على اول شارع الجيش، هنزلكم تحت كوبري الازهر. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد مول سيبس زي ما انتم شايفين، ده مول سيبس. احنا هنخش الشارع اللي جنبه على طول، ولو جايين كمان من اتجاه محطه مترو باب الشعريه، يعني محطة مترو ليكو هتكون العتبة أو محطة مترو باب الشعرية. الاتجاه التاني ده للي جاي من محطة مترو باب الشعرية هناك عند العمارة اللي في الآخر دي، محطة مترو باب الشعرية. هتفضلوا مكملين وماشيين برضو لحد ما توصلوا عند مول سيبس. احنا المفروض هنخش من الشارع اللي جنب مول سيبس على طول، همشي معاكم وان شاء الله اوصلكم للمكان من غير ما تسالوا اي حد باذن الله. اول ما هنيجي على اول شارع مول سيبس كده هيبقى مول سيبس على الشمال، ومعانا كمان شركه الجميل على اليمين. انا بديكم علامات مميزه. واول ما نخش الشارع هنلاقي كمان زمزم وقال هاشم زي ما انتم شايفين كده، وبعدين عصير ابو علي مشهور جدا جدا في شارع مول سيبس. هنفضل مكملين وماشيين على طول، مش هنحود لا يمين ولا شمال. واول ما هلاقي برضو يافطه كده تكون كويسه وظاهره معانا ان انتوا تعرفوا بيها المكان، هوريها لكم كمان واصورها لكم. هنفضل مكملين وهنمشي على طول، مش هنحود يمين ولا شمال. هيقابلنا على طول كده محل اسمه سالي، يافطته صفرة زي ما انتوا شايفين كده، ده بتاع تجهيزات محلات وكده. وفي الوش هنلاقي رؤية. احنا هنخش في الشارع اللي جنب رؤية على طول، هنفضل برضو مكملين على طول. ودي برضو شركة اسمها الريس، تجهيز برضو محلات. هنفضل مكملين وماشيين، ما حودناش لا يمين ولا شمال على طول من ساعه ما دخلنا من الشارع اللي جنب مول سيبس. هيقابلنا كمان اشرف المصري، هنكمل ونمشي بعده على طول. احنا كده ماشيين على طول، انا مش هخليكم ان شاء الله تسالوا اي حد. المكتب عنده كمان تصفيات صيفي للناس اللي كانت بتسال على تصفيات صيفي. هنقابلنا في الوش كده دي شركه التضامن وشركه ميمي. احنا هنحود على طول شمال من جنبهم. بصوا التقاطع اول ما يقابلنا على طول هنحود شمال، هنحود شمال ونفضل مكملين كده. وبرده ما تيجي عندنا يافطه هوريها لكم. العنوان سهل، احنا كده خلاص قربنا يعني ان شاء الله نوصل. هنفضل مكملين على طول برده زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا كمان ده محل اسمه رمضان، هنكمل ونمشي، هنخش على طول من جنبه يمين. بصوا ده كمان السقة، ده محل اسمه السقة، هنمشي من جنبه على طول. وده كمان المصرية، استيراد وتصنيع زي ما انتم شايفين كده. انا بديكم علامات ما تسألوش حد، اول ما هنوصل عند المصرية كده اعتبروا نفسكم خلاص وصلتوا يعني. بصوا ادي اليافطة كمان بتاعت مكتب الاخلاص، ده باب العمارة اللي هنطلع فيه للدور الاول علوي، مش محتاج اسانسير ولا اي حاجة. هندخل مع بعض كده من مدخل العمارة على طول وهنطلع مع بعض للدور الاول علوي. هتلاقوا كمان اليافطة بتاعتهم موجودة على السلم طول ما انتم طالعين. بصوا هنكمل، واول ما هنطلع على طول للدور الاول علوي هنطلع هنحود شمال على طول يا جماعه، وهنمشي لاخر الطرقه شمال كمان. المكتب بقى في الدور الاول علوي مش في التاني علوي، ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. ما تبخلوش عليا بلايك وشير، بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.